السلام عليكم، مرحبا بكم بقناة مطبخ قمر. اليوم جبت لكم عجينة سمبوسك اللي ديروها قبل رمضان ان شاء الله. راكم تشوفوا فيها ها تجي ورقة ما شاء الله، وان شاء الله نوصيكم وصفات في شهر رمضان بهذه العجينة. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو اليوم، ما نطولش عليكم باش نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. نبداو بالمقادير العجينة. هنايا عندي 3 كيلات فرينة، 3 كيلات فرينة والكيل اللي حبيتو عبرو به. انا راني ندير لكم كمية صغيرة باش نوري لكم 3 كيلات فرينة. وهنا راهي مسيرة قدامي، عندي الماء، نحتاج الماء والماء بارد. عندي مغرفة صغيرة تاع الملح، مغرفة كبيرة تاع الخل بيض، وعندي هنايا 3 مغارف كبار تاع زيت، والزيت يكون عادي. وباش نورقوا الورق تاعنا تاع السمبوسة نحتاج زيت و لا مايزينا. نبداو على بركة الله. هنا عندي الملح عبرته، الخل، وندير الزيت. هنا بعد ما تلمت لي العجينه تاعي ودلكتها واحد 10 دقائق ماشي اكثر، راكم تشوفوا قلت لكم انا درت كميه صغيره. وهنايا الماء ما داتليش كامل في 3 كيلات تاع الفرينه مع كيله تاع الماء، ما داتليش، خليت قسم غرفه ها. وانا الفرينه تاعي داتها الكميه تاع الماء، وانتم الا كان شفتوها ناقصها زيدوا لها كملوا الكيله تاعكم تاع الماء. هذا ما كان، انا الفرينه ما عبرتهاش كامل هنايا، وهذا الكاس يلفت 250 مليلتر، والفرينه تاعي ما عبرتهاش كاس كامل، درت غير هنايا العبر تاع الفرينه. وبعد ما وصلت 3 كيلات وصلت كيله تاع الماء وخليت منها مغرفه. هنايا العجينه تاعي نغطيها ونخليها تريح واحد 15 دقيقه، بعد ما تريح لي نعاود نقول لكم ان شاء الله. هنا بعد ما خليت العجينه ريحت لي واحد 15 دقيقه نقسمها كما راكم تشوفوا ها، لازم تخليوها تريح. هنا بعد ما وسيتهم هكذا دي بتيت بول كما راكم تشوفوا، نبدا وحده بسم الله. ودايما العجينة تاعكم تكون مغطية باش لاباط تاعكم ما تنشفش، ما تنسيش القشر هكدا. ولو نحلها بالحلال هكدا صغير، ومن بعد نستعمل هذاك الحلال الكبير. نحلها العجينة تاعي نحلها هكدا دقيق، هكدا بعد حليتها رقيقة نغسلها بالزيت. ليها مليح كميه تاع الزيت هكذا، بين تبقى وتبقى ديروا هذه المرحله زيت، ونرشها شويه لا مايزينا هكذا. باش بين تبقى وتبقى كي تبنى نحيوها بسهوله هكذا. هنا بعد ما وسيت 4 طبقات ومازالوا لي 4 واحد اخرين. هنا قلت لكم بين طبقه وطبقه وسيت فرشت الزيت و لا مايزينا. الاخرانيه راكم تشوفوا فيها هكذا، هنايا كي تكملوا ما تفرشوش الزيت ولا مايزينا، لا خليوها هكذا، حملوا هكذا بسطوها غير بيدكم، ومن بعد تحلوها بالحلال ها. كل خطره رفدوها باش ما تلصقلكمش العجينه في البلون دو طرافاي. ندير وقت نستعمل هذا الحلال هكذا كبير، هذا اللي يساعدني. بداو بالحلال الصغير، وكي تحلوا العجينه يكونوا هكذا فيهم 4 طبقات تنجموا توسيو حتى 6. انا دائما نخدم هكذا ب4
تجيني اسهل. لا دوك نشكلها، نحاول نديرها رقيقه. الطاجين راه يسخن على نار قليله، نحاول كل خطره نستعمل يدي هكذا باش نحل العجينه تاعي. هنا راكم تشوفوا الطاجين تاعي وسيت على النار قليله بزاف، ما تقويوش النار تاعكم هكذا. ونوسي العجينه تاعي بعد ما نكون دققتها هكذا فوق هذاك الطاجين. نتوما وسيوا على المقله ولا شي اللي عندكم هكذا، لازم تكون حاجه تكون ثقيله كيما الطاجين هكذا. ونخليها غير نشوفها شويه نشفت من قلبها، هذه ما تطيبش، غير هكذا نشوفها نشفت وسات شويه نبابل هكذا نقلبها ونزيد نسيها غير شويه تنشف من تحتها، وراهي وجدت لنا سمبوسك هكذا. نخليها شويه تنشف والنار هي قليله. بعد ما طابت لي الاولانيه وهي هكذاك سخونه نحاول نقطعها، ما تخليوهاش تبرد لخاطر لو كانت تبرد راهي ما تقطع لكمش. ها هي سخونه نحاول نقطعها، ونقطع هادو هكذا. نحاول نحي هادي ماشي مشكل هكذا. ها شوفو كيش دبنا هاد الورقة تاع السمبوسة. ها نحكم هادي راكم تشوفو العجينة ماهيش تلصق. ها شوف شحال تجي شابة. ها شوف تنحي هكذا بسهولة. لازم دايما يكونوا هكذا مغطيين، كي تقطعوهم غطيهم باش ما ينشفوش. ها راكم تشوفوا الورقه تاعي شحال راهي رقيقه. ها هكذا ها راهم كاع كيف كيف. ها هادو العجينه سمبوسك. ها راكم تشوفوا راهي رقيقه كامل. هنا هادو قطعتهم هكذا، نحب نديرهم دي سيكا ولا هكذا نلويهم كي صامصا، نتوما ما تحبوا اللي تحبوا ديروا. هنا على خاطر باش ندير بهم هادو بوراك، وكي تحبوا تفاسيهم في المجمد واش تواسيو تحكموا الورق تاعكم هكذا تصفوهم هكذا كيما راكم تشوفوا فيا هكذا. وانتوما على حساب تواسيهم على حساب الافراد العائله، ودائما واسيو زوج ولا ثلاثه زايدين، جامي وحده تقطع لكم باش تنصب الاخرى كاينه. نسيوهم هكذا تمام على زوج ونسيوهم هكذا في لي ساشي تاع تكونجليو فيهم. ها ها هكذا وخليهم حتى يبردوا هاد المرحلة اللي راني نديرها تاع الكونجيلاتور هكذا وكونجليوهم. هاني كملت السمبوسة تاعي، كيما شفتوني الطريقة تاعها سهلة، قلت لكم وسيوها من قبل رمضان وحطوها في المجمد. وهي وما تنساش ملاحظة واحدة أخرى، هي هكذاك سخونة وحولوا نحيو واحدة على الأخرى، قسموها ونحيو واحدة على الأخرى باش لخاطر كي تبرد راهي ما تسنحش. هي هكذاك سخونه باش تنجمو تنحيو لها الورق تاعها. وما تنساوش الخطوه كيف كي مهمه، كي تكون عندكم هكذا قبل ما تكونجليوها تكون مغطيه وخليوها تبرد مليح باش تحطوها في المجمد. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو اللي وصيته لكم اليوم طريقه تاع السمبوسه، وتنال اعجابكم. ما عليا غير اللي نقول لكم نتلاقى بكم في فيديو اخر ان شاء الله، وشاركوا في قناتي يوصلكم جديد. خليتكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.